نرحب فيكم في حلقة جديدة من خفايا بحار مسندم. الفترة هذه جوني العديد من الطلبة، فكان طلبة جوني الشهر الماضي من ولاية بهلة، والمرة هذه جو مرة ثانية، منهم للغوص للاستمتاع، واثنين منهم لعمل دورة الإنقاذ، يعني دورة إسعافات الأولية بالإضافة إلى دورة الإنقاذ. فعملنا بعض التصوير وننتهز الفرصة أنه نبلغكم بسبب الظروف الحالية مع مرض كورونا والحجر وكذا، فنحاول نشجع السياحة الداخلية ونشجعكم بزيارة محافظة مسندم لاكتشاف مسندم، اللي يحب يعمل دورة غوص أو اللي يحب يجرب مثلا الغوص بالمعدات فأهلا وسهلا. في عندنا عروض خاصة، وإحنا عاملين رقم الهاتف موجود تحت إن شاء الله، وأتمنى لكم تستمتعوا بهذا الفيديو القصير، وشكرا. رايح نبدأ يومنا بعمل تمارين الإنقاذ، ومن ثم نذهب إلى مناطق الغوص. هذا التمرين لإنقاذ غريق بدون استخدام معدات الغوص. هذا تمرين بإنقاذ غواص بكامل معدات الغوص. بعد ما أكملنا تمارين الإنقاذ اتجهنا للمغاوص لعمل غوصات للاستمتاع والتصوير.
بينما الشباب مشغولين بالسباحة والتصوير مرت علينا هذه المجموعة من الأسماك وقامت تحوم حول الشباب. الثانية كانت على حدائق من المرجان للتصوير كذلك والاستمتاع. حبيت أصور هذا النوع من الروبيان وهو كأنه كائن غريب من الفضاء يعيش هذا الروبيان في كهوف المرجان الصغيرة. وأنا أصور هذا الروبيان الغريب لاحظت بعض الروبيان الصغير جدا وهو من نوع الروبيان المنظف، فمديت له يدي وجلس على أصابعي وقام بتنظيف الأظافر، فهو روبيان منظف، أي شيء أكبر عنه يتجه له ويقوم بتنظيفه. هذا النوع من الديدان يعيش في الصخور وبين المرجان وهو يختبئ بسرعة عند الشعور بالخطر. وهكذا انتهى يومنا من الغوص وكان يوم جميل وممتع والحمد لله. شكرا جزيلا للمشاهدة، وحبيت أذكركم أنه إذا مالين من جلسة البيت وحبيت تزوروا مناطق أو بعض الولايات ففي مسندة مرحب فيكم، إذا جو في عندنا عروض خاصة لتجربة الغوص في مشاهدة دلافين كذلك، الجو جيد متسلقين الجبال نفس الشيء. فأنا مختص بالغوص، فاللي عنده اهتمام أو يرغب تجربة الغوص أهلا وسهلا. فكذلك إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك وشارك الفيديو زملائك واشترك إذا ما كنت مشترك في القناة. وكالعادة أذكر الجميع للسياحة الداخلية أو لجميع السواح عدم رمي أي قمامة أو فضلات على الشواطئ أو في عرض البحر، ولتبقى بيئتنا جميلة ونظيفة دائما، وشكرا جزيلا لكم.